معنا من الخرطوم عبر الهاتف مراسلنا أحمد ضوء البيت. أحمد أهلا بك. على عكس التوقعات والذهاب إلى هدنة وتهدئة، يبدو أن هناك تصعيد كبير ميداني، وأيضا هناك تحذيرات من أزمة إنسانية وأيضا طبية. ضعنا في آخر التطورات، وأيضا هل هناك من أي ردود فعل جديدة أو بيانات صادرة حول موضوع الهدنة ووقف إطلاق النار؟ أما أعتقد على يعني صعيد التطورات الميدانية هنا في الخرطوم، الخرطوم بدأت هادئة صباح اليوم، قلت حدة الاشتباكات المباشرة ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في كثير جدا من محاور القتال، ولكن كان هنالك تحليق للطائرات الحربية، كذلك المضادات الأرضية التي تطلقها قوات الدعم السريع. جرت اليوم اشتباكات متقطعة إلى حد ما في وسط الخرطوم، تحديدا في القرب من المدرعات الشجرة، وهي المنطقة التي يتمركز فيها القوات المسلحة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة. ومدرعات الشجرة هي يعني السلاح الموجود في مدرعات الشجرة هي الأسلحة التي لا تتوفر لدى قوات الدعم السريع، وبالتالي قوات الدعم السريع تريد الاستيلاء على هذه المنطقة، تصدها القوات المسلحة، والقوات المسلحة بحسب شهود عيان بدأت تتقدم إلى أن وصلت حتى منطقة جبرة. كذلك هنالك شباكات في مناطق أخرى، مثلا منطقة الكلاكلة كانت بالأمس هنالك شباكات عنيفة جدا في أبو آدم، وكذلك امتدت الشباكات حتى الأزهري وحي السلمة بحسب الشهود أن الشباكات كانت عنيفة جدا. ولكن الأمر المقلق جدا بالنسبة للمدنيين سقوط الدانات والقذائف على المنازل. بالأمس كانت هنالك قاذفة من المدفع وقعت في منطقة الفتيحات في حي السكني، وراح ضحية لهذه الشظايا مواطن من مواطني مدينة الفتيحات، وبالتالي تبقى مسألة استخدام السلاح الثقيل تعرض حياة الكثير جدا للخطر. حتى ولو لم تكن هنالك مواجهات مباشرة، ولكن المدفعيات التي تطلق من مسافات بعيدة ربما تؤثر كثيرا على حياة المواطنين. فيما يتعلق بالوضع الميداني في دارفور، حتى هذه اللحظة مدينة الجنينة هي خارج الخدمة تماما. مدينة الجنينة لا يستطيع الناس التواصل بشكل مباشر، ولكن بعض المعلومات الشحيحة التي نحصل عليها أن المدينة تعرضت إلى انتهاكات جسيمة جدا، والمدينة حتى هذه اللحظة الأعداد الكبيرة التي كانت موجودة بالمدينة فرت إلى دولة تشاد. كذلك الأوضاع في مدينة زالينجي وهي الناحية الشرقية لمدينة الجنينة وسط دارفور طبعا هي، وبالتالي أيضا هنالك الأوضاع الإنسانية في غاية السوء نتيجة للمعارك التي دارت ما بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، امتدت إلى مناطق قريبة من مدينة زالينجي غارسيلا، وكذلك المناطق الغربية لمدينة زالينجي. كذلك هنالك كانت اشتباكات في مدينة كوتوم القوات المسلحة، في بيان نفت أن استيلاء الدعم السريع لهذه المنطقة، ولكن ردت قوات الدعم السريع بفيديوهات تقول إنها أحكمت سيطرتها على حامية مدينة كوتوم. وبالتالي محاور القتال في جميع أنحاء البلاد ما زالت مفتوحة حتى هذه اللحظة في ظل يعني الأنباء الواردة عن المحادثات والمفاوضات الجارية بجدة السعودية. يأمل الناس في أن يتم الوصول إلى هدنة أو وقف إطلاق النار، ربما حتى ولو لم يكن إطلاق نار دائم، ولكن على الأقل أن تتيح الفرصة لفتح ممرات آمنة، وهي الشروط التي بعث بها قائد الجيش السوداني في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي، عندما تحدث عن ضرورة خروج قوات الدعم السريع من المستشفيات وكذلك من منازل المواطنين. على الجانب الرسمي حتى هذه اللحظة لم يعني نلحظ بيانات حول هذه، لم نلحظ بيانات حول هذه المحادثات، ولكن بشكل عام الشارع السوداني يأمل في هذه المحادثات أن تفضي إلى هدنة، ولكن تبقى المشكلة الحقيقية كيفية التزام الطرفين ببنود الاتفاق، لأن جميع الهدن التي وقعت لم تحترم من الطرفين، وبالتالي على الوساطة أن يعني تحدث اختراقات جديدة، وعلى الأقل بإيجاد
حتى مع وجود يعني لجنة مراقبة دولية أيضا وحتى من الطرفين. أحمد، شكرا جزيلا لك من الخرطوم، عبر الهاتف مراسلنا أحمد ضو البيت.